تقدم واضح وعملي في توطين وتشجيع الصناعة الدوائية في البلاد. وزارة الصحة أكدت توقيع نحو 700 عقد مع المصانع الوطنية، إذ إن زيادة الإنتاج وتشجيعه أولوية من أولويات البرنامج الحكومي. الوزارة أصدرت حزمة قرارات أسهمت بتطوير وزيادة إنتاج الصناعة الدوائية المحلية. أكثر من 200 فقرة علاجية الآن تصنع محلياً، حوالي 700 عقد خلال السنة الأخيرة تم التعاقد من خلالها مع المصانع المحلية بالدينار العراقي، وبمبالغ تجاوزت 500 مليار دينار عراقي أو أكثر. تعرف جنابك دعم الصناعة المحلية، يعني دعم الاقتصاد المحلي، راح يكون توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أسرع، التحويلات المالية والعملة الصعبة راح يكون بالدينار العراقي، فهذا دعم وتشجيع للصناعة المحلية وهو جزء من مفهوم الأمن الصحي. القدرة الإنتاجية للمصانع العراقية ارتفعت تدريجياً بعد أن جهزت المصانع بأحدث الأجهزة ووظفت فيها أفضل المعايير التكنولوجية في الخطوط الإنتاجية. المصنع العراقي لإنتاج المواد الصيدلانية سد احتياج وزارة الصحة ب60% من حاجتها لأدوية الأمراض السرطانية، فضلاً عن إنتاج المحاليل والحبوب والمراهم الطبية، ما خفض الكلفة وساهم بسرعة وصول الأدوية للمستشفيات. توطين يعني سواء نحن أو مصانع الأخرى جداً مهم للمواطن العراقي وللوزارة الصحة، ولهذا السبب إلى دعم يعني كامل من الدولة. طبعاً أكو معرقلات، بس الحمد لله قاعد نتجاوزها مع وزارة الصحة، وكل إنتاجنا كده قاعد ياخذوه، هاي كلش مهمة طبعا. والآن هم من سياسة الوزارة الجديدة بمتابعة الأدوية المهربة، طبعا هاي راح تسهم بتوطين الصناعة، لأن قبل أن تجي هاي الأدوية تأثر على المنتج المحلي. توطين الصناعة الدوائية الذي انتهجته الحكومة كأساس لبرنامجها في القطاع الصحي أسهم بشكل مباشر في تطوير المصانع المحلية واستحداث أخرى، خصوصا وأن وزارة الصحة أكدت شراءها أدوية ومستلزمات طبية وعلاجية من مصانع حكومية وأهلية. من أحد المصانع الوطنية ببغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.